الحمد لله احنا كنا كلنا على قدر المسؤوليه، كلنا كنا على راجل واحد، كلنا انا وزمايلي مع بعض الحمد لله، واللي قدرنا ان احنا نغطي يعني الموضوع اللي كله ده في اسرع وقت يعني الحمد لله. يعني برغم من كان في احباط كتير علينا انا وزمايلي من مواقع التواصل الاجتماعي، بس الحمد لله احنا كنا قدها كلنا يعني الحمد لله. انا شغلتي كانت على المركب عباره عن يعني ممكن ورادي بمسك ضمان تمام، او ننزل مع لو انا مش ورديه ضمان بنزل مع زمايلي تحت بنعلق وايرات في مقدمه المركب تمام، اللي هي كانت شحطه في البروه من قدام نعلق وايرات، وباقي الشغل القباطين عندنا هم اللي كانوا بيتحكموا في كل حاجه، بيشدوا بالواير بكل حاجه لغايه الحمد لله ربنا كرمنا يعني الحمد لله، وما شمتش فينا حد الحمد لله، وقدرنا ان احنا نقوم بكل ده يعني الحمد لله. المركب كان طولها 400 متر، المركب شحطت في مكان العرض بتاعه 250 متر، فهي لما لفت في عرض 250 متر، وتخيلي بقى 400 متر دخل في 250 متر، فالمساحة قد ايه اللي هي دخلتها، والمكان ده اصلا مكان صخري، زائد ان العمق بتاع المركب الدرافت بتاعها كان 16 متر، 16 متر والمكان اللي هي شحطت فيه كان 11 متر، ف16 متر دخل في 11 متر، فانت حضرتك عندك تحت المية عمارة عبارة عن 5 ادوار، عمارة مكونة من 5 ادوار. والمشكلة كمان ان هي ايه حضرتك، هي سدت الجزء الجنوبي عن الجزء الشمالي، فدي اول مرة تحصل عندنا في قناة السويس ان يحصل حاجة زي دي بالصعوبة دي. ليه بقى كانت صعبة؟ لان احنا لما هي سدت الجزء الجنوبي على الشمالي، الجزء الجنوبي ناحية السويس والجزء الشمالي ناحية كان ناحية الإسماعيلية، المشكلة ان كل الاطراط اللي هي عالية الكفاءة اللي هي قدراتها عالية كلها اتحجزت في الجزء الشمالي، فاحنا كنا عايزين يعني احنا عندنا المعدات وعندنا الاطراط وعندنا اللي يساعدنا ان احنا نعمل الموضوع ده، بس المشكله انا عايز في الجزء الجنوبي يكون موجود فيه حاجه مزاويه ليها. احنا ابتدانا ان احنا نبدا في الناس اللي هي كانت بتتريق على الكراكه اللي هي بره دي، الكراكه اللي هي بره دي في حاجه اسمها البلبس باو، البلبس باو ده اللي هو كسرت الجليد بمعنى اصح بالعربي، ده بيبقى موجود عشان ازاحه الميه، ده عليه بيبقى عليه اصلا جزء كبير جدا كان لازم ان هو يتشال، انا هشيله ازاي؟ فلازم كراكه زي دي برغم انها صغيره بس عملت مجهود، دخلت الكراكه مشهور يعني كراكه حوالي 27000 متر مكعب تحت الميه بحيث ان احنا نشتغل عليه. اول مره تحصل في قناه السويس ان مركب بالحجم ده، مركب من اكبر المراكب في العالم، ان هي تجنح في المكان ده. المركب دي كان عليها 13000 كونتينر، ناس تقول لك ان احنا لازم كل العالم يقول لك لازم تفضل الكونتينر ده، هفضل 13000 كونتينر فين؟ مهمتي على المركب ان انا بجهز سلك القطر وبنبتدي بنوصل للمركب، وبعد ما بنوصل وبنعمل كونكت مع المركب بنبتدي نسحب وبنشد ونعوم المركب. بالنسبة للمصاعب اللي هي كانت قابلتنا في عملية التعويم، طبعا عمق الشحط نفسه وطول الشحط وطول المركب، طول المركب والحمولة اللي عليها وانها قافلة القناة الضفتين الشرق والغرب، فعملية الشد تبقى فيها صعوبة شوية لان ما عندكيش زوايا مفتوحة كبيرة قوي، لان انت يعني تشدي في زوايا مختلفة، فدي اكتر حاجة كانت بتسبب صعوبة في عملية التعويم. وكنا احنا عموما بنشد من المقدم، والمقدم كان شحط بنسبة كبيرة جدا، اكتر حاجة كانت شحطة في المركب وكانت تقريبا طالعة على البر، فكانت بتسبب صعوبة كبيرة جدا لانها شحطة تقريبا بعمق حوالي 3 او 3.5 متر من المقدم بطول 30 متر، فدي بتسبب صعوبة كبيرة جدا. فالكراكات طبعا كان عليها دور جامد كويس جدا، يعني الكراكة مشهور والكراكة العاشر كانت بتعمق تحت المقدم السفينة علشان تدينا فرصة أو تسمح لنا بأن احنا نشد المركب من المقدم، والمقدم تنزل من على الجبل اللي هي عليه. طبعا في خلال فترة التعويم كانت في ثلاث سفن ورا السفينة اللي شحطت، ثلاث سفن دولت طبعا كانت سفن كونتينرات كبيرة، الحمد لله احنا قدرنا ان احنا نجحنا في ان احنا ناخد السفن ديت نربطها بأمان على ضفاف القناة، وبعد كده رجعنا قطرناها رجعناها الخليج تاني، كل ده طبعا عشان ان احنا نخلي المجرى، والحمد لله تمت العملية بأمان بإذن الله. طبعا الصعوبة طبعا كانت في حاجات كتير جدا، طبعا الضغط النفسي والعصبي اللي احنا كنا فيه، بحيث طبعا يعني كانت سمعة مصر طبعا كانت في ايدينا، طبعا ما كناش بننام، الحمد لله طبعا العملية تمت بايد مصرية 100%، ما فيش اي تدخلات اجنبية في اي دولة في العالم، كانوا يعني اقل حاجة خالص ممكن تاخد العملية ديت شهر، بس الحمد لله احنا في خلال 6 ايام قدرنا ان احنا نطلع السفينة. طبعا المكان اللي شحطت فيه السفينة مكان من اصعب الاماكن اللي ممكن يتعرض لها اي سفينة، طبعا حضرتك عارفة ان كله ان طول السفينة 400 متر،
وغطس السفينة تقريبا كان وصل ل 15 متر ونص أو 16 متر في عرض 60 متر. المنطقة اللي شحطت فيها السفينة تقريبا طولها أو عرضها 250 متر، فمكان صعب جدا على الأطرات أنها تتعامل فيه، ولكن الحمد لله رب العالمين بفضل جميع الوحدات اللي كانت شاركت في عملية التعويم، وطبعا الكراكة مشهور عملت دور كبير جدا في عملية التكريك في منطقة مقدم السفينة. كنا شغالين في الميناء في اليوم ده، وأول ما جت لنا تعليمات إن الكراكة إن إحنا في مشكلة في الشحط وكده، وقالوا لنا تعليمات إن إحنا نروح للكراكة مشهور نقطر ملحقاتها، تمام؟ فإحنا اتوجهنا على طول على الكيلو 51 قطرنا ملحقات كراكة مشهور وعايزة تعادل لقطرة الكراكة مشهور، وتوجهنا للموقع 151 وصلنا فجر اليوم. بعد وصولنا لفجر اليوم بدأت الكراكة تقوم بعملها بالتكريك، وعند انتهاء عملها وإحنا وقفنا ستاند باي مع المركب في حين انتهاء الكراكة من التكريك احنا نخش في عمليات التدفيع. احنا اللي اخدنا تعليمات ان نحرك القطر اللي هي لسه مستلمينها اصلا من الترسانة، من ادارة الترسانات. اخدنا تعليمات قبلها مفيش 3 ايام، قبل التعويم 3 ايام، فقرر ان هو لازم القطرات الجديدة تشارك حتى القطرات اللي لسه تحت البنى. فالقطرتين دول كانوا خلاص خلصنا قوة شد بتاعتهم وخلصنا التجارب البحر وهنبدأ نتحرك، واخدنا تعليمات الساعة 10 الصبح بدأنا نتحرك من بورسعيد. بعد ما جهزنا القطر من A to Z اتحركنا هناك الساعة 6 وصلنا عند المركب الساعة 10. كانت الكراكات لسه بتشتغل، وكان قال لك وقف شغل لغاية لما الكراكة تخلص خالص ونبدأ عملية أول اللي هي أول تعويم بتاع مؤخر المركب اللي هو يتحرك. وبدأنا الساعة فعلا 3، أول حركة كانت على صلاة الفجر بالظبط، كانت أول حركة للمؤخر المركب إنه يتحرك. القطرة دي عشان فيها باور لسه جديدة، لسه فايقة، لسه ما حصلهاش أي مشاكل، لسه نيو، فإحنا لازم نستخدمها لكده، وهي كمان هتدي باور أعلى من القطرات اللي هي بقى لها مثلا 3-4 سنين. يعني ده اللي كان في دماغنا، إن الفريق قال يلا قطرات جديدة شغلهم. شغلنا الأربع قطرات اللي عندنا، لو مصطفى محمود وعبد الحميد يوسف وبوسعيد 1 وبوسعيد 2 اللي هم يساعدوا، وبعد كده اشتغلنا طلعت الحمد لله، طلعت جزء اللي هي 80% زي ما قال الفريق، وبعد كده وقفنا عشان المركب دي كانت مشكلتها معانا بس ان هو بدلك حظها دايما سيء في الويزر، حظها دايما سيء في القطرات، لان لو كان عندنا القطرات اللي هي الكبيره زي البركه وعايزه تعدل عايزه تعدل قسم السويس، لو كانت دي من الناحيه الثانيه ما كناش جبنا اي قطره خارجيه، يعني كانت كل القطرات هتبقى هيئه. حتى القطرات اللي واقفه ستاند باي كل القطرات خدمت على المركب دي، ان القطره تجيب كراكه مشهور تجيبها من كيلو 51 لغايه كيلو 151 بملحقاتها دي عايزه حوالي 4 قطرات. فاحنا يعني كنا دايما عاوزين نجري، عاوزين ننجز، عاوزين نخلص، لان هو الموضوع ما عادش الموضوع مركب شاحط، الموضوع بقى مهمه وطنيه، الناس واقفه لك على غلطه عايزه تبين لك ان مصر مش قد الموضوع ده مثلا. محدش عارف فعلا السيناريو اللي كان حاصل، لان احنا تلاقينا فجاه الموضوع ده بيحصل دايما بس ما بيقعدش ساعات، يعني المركب ممكن تشحط بس ممكن تشحط في القناه الجديده فيعدي من القناه القديمه، فهي حظها سيء اللي هي قعدت في اللي هي الفرده الواحده او من قسم السويس دي فرده واحده بس. فربنا كرمنا الحمد لله وطلعت بمجهود الناس فعلا، الناس ما كانتش بتنام، الناس ما كانتش غايه وادي، الناس كانت قاعده مش هاممها اي حاجه فعلا. زي ده الفريق ما بيكذبش على الفي اتش اف، لو كنتوا معانا الناس بتعيط بعد ما عامت، ناس فرحانه، ناس بتقول يا رب دايما، الناس عايزه تخلص المهمه اللي هي قامت بيها. هي كانت مهمه صعبه بالنسبه لنا، وكان الطيار على فكره الطيار بغير في القناه كل 6 ساعات بالنسبه لنا كرئيس بحر ومعاه بحريه، ده بضغط ضغط على البحريه كان فوق الخيال. وتمام، واليوم بتطلع علينا الشمس بتغيب علينا شغالين لانجاز مهمه. تمام، مهم تعويم السفينه ديت. كان بالنسبه لنا احنا شفنا مراكب كتير قبل كده وشحطت مننا، في مراكب شحطت قبل كده بس ما بتتمش ساعه كتير، وبنكون شغالين معاها شغل على طول.
المرة دي كان العالم كله اتكلم حابين ان احنا نثبت للعالم اجمع بفضل قيادة رئيس الجمهورية ورئيس هيئة قناة السويس كان معانا الساعة 2 يكلمنا معانا موجود معانا على قطرة الساعة 2 يكلمنا يبعت نداء على سلكي لكل الموجودين معانا الإشارة بنسمعها شغالين على قناة معينة برضو شانل معين مختارينه وشغالين عليه بتنسيق من الرئاسة وكان معانا رئيس الهيئة كان بيبعت النداء احنا نفسنا نسمع النداء كنا بنزيد الطاقة بتاعتنا في العمل.